بين تلال الأنقاض وتلال النفايات قصة صراع جديدة. أنهت منظمة اليو ان دي بي التابعة للأمم المتحدة منذ قرابة شهر عقدها مع المحافظة الذي يقضي بتنظيف الجانب الأيسر من الموصل، والتعاقد مع أكثر من 4000 عامل تنظيف وآليات تكفلت بدفع أجورها هذه المنظمة، لكن الحال تغير مع انتهاء العقد. البلدية معينين 500 عامل بس إمكانية ماكو يدفعون رواتب العمال. آليات تروح عليهم يقول لك آليات، ما تروح على أقسام يقول لك عمال معينين بس ما نقدر ندفع رواتبهم، الناس ما مجبورة تشتغل بدون راتب. تقول تسريبات أن هناك قطيعة ما بين بلدية الموصل ومحافظة نينوى بعد التدخل الأخير بعقود حاولت البلدية استيراد كابسات، لكن المحافظة غيرت العقد لتحوله إلى حاويات ذاتية الكبس تعمل على كهرباء عالية الفولتية في مدينة لم يستقر فيها حتى الآن ملف الكهرباء. شوف المناطق متروسة وساخة، شنو السبب؟ أكو سبب؟ يعني أكو نقص بالآليات، خلي يطلعون يقولون نقص آليات، ما عندنا كادر شيء، يطلعون يحشون إلى ماكو شيء. صراع هذه النفايات أيضا يأتي للاستحواذ على تخصيصات بلدية الموصل من قبل محافظة نينوى التي تسعى أن يكون الصرف من خلالها وفرض هيمنتها على البلدية ومبالغ الاستقرار المخصصة للنهوض بالمدينة. والله يا أخي ما مسؤولين، أي اللي يجي ما يرحمنا، طبعا أي اللي يصعد على الكرسي ينسى الشعب وينسى العالم، ينسى نفسه حزه. يعني احنا نريد واحد إنسان نزيه يعرف الله ويعرف يعني معاناة الفقير. تعمل بلدية الموصل بآليات محدودة جدا لا يتوفر لها الوقود منذ تحرير الموصل، ما أدى لشل حركة البلدية لأداء عملها، وأن هناك رواتب متوقفة لثلاثة أشهر لم تصرف حتى الآن. النفايات قصة صراع جديدة في الإدارة المحلية لنينوى، نفايات تتكدس يوما بعد يوم لتغرق الموصل، وتعاقدات بانتظار العمل الانتشالي هذه المدينة من هذه النفايات. من الموصل جمال البدراني، الشرقية.